وتحضيرا لاجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية والذي سيعقد الاثنين المقبل، تعقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية غدا الأربعاء اجتماعها العاشر، فيما يستكمل مساء اليوم وصول جميع الوفود البرلمانية المشاركة بالاجتماع والتي بدأت في التوافد إلى البلاد منذ يوم أمس الاثنين. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديد آليات التعامل مع التقارير الصادرة من الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وتحديد العلاقة بين المجالس الخليجية والبرلمان الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكونغرس الأمريكي. كما سيتم النظر بموضوعين تقدمت بهم الكويت حول توطين الوظائف والاستثمار بالموارد البشرية في دول مجلس التعاون وإبادة البيئة التطرفية الحاضنة للخلايا الإرهابية، إضافة إلى موضوع منتدى البرلمانيين للسكان. وستتم مناقشة هذه المواضيع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفعها إلى اجتماع الرؤساء للتصديق عليها.